بالثقافة وبالفن، واليوم نحكيو على مهرجان منارات للسينما المتوسطية. نحكيو على هذا العرس السينمائي المزيان برشا في دورته الثانية. وفي هذا الصدد يسعدني استقبال درة بوشوشة، مديرة مهرجان منارات للسينما المتوسطية. مساء الخير. مرحبا بك. برشا عروض وبرشا تنشيط وبرشا فرجة وبرشا متعة في هذا المهرجان في هذه الدورة الثانية. نشوفوا الفيتياغ هذايا وتلخيص شنو جاء في الدورة الأولى ثم نعود. ابتداء من غرة جويلية لغاية 7 من نفس الشهر تلتأم الدورة الثانية من مهرجان منارات للسينما المتوسطية بتونس، دورة باش يتم خلالها عرض 54 فيلم بين أعمال روائية ووثائقية، بالإضافة ل 13 عرض قصير من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة لعروض أفلام في المسابقة في القاعات، يدعو المهرجان جمهور العروض مجانية على 9 شواطئ من الشمال للجنوب من الساحل التونسي. هذا بالإضافة لتكريم السينما المصرية والإيطالية، كذلك نقاشات بين مختلف الشخصيات البارزة لعالم السينما ولقاءات بين أبناء القطاع والمؤسسات حول بعض الإشكاليات المتعلقة بتوزيع الأفلام العربية. والجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان، جلسات نقاش مع صناع السينما وورش تدريب، بالإضافة الحفل توقيع كتاب السينما التونسية الأمس واليوم الكاتب السيناريو التونسي طارق بن شعبين. مديرة المهرجان درة بوشوشة قالت أنه تم اختيار سينما النقد الاجتماعي بلغة سينمائية. من جهتها مديرة المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري أكدت أنه الحاجة لتعزيز التبادل والتعاون في المجال الثقافي وتعزيز صناعة السينما في بلدان الضفتين. يستضيف مهرجان منارات البعض من أهم الأفلام القريبة سينمائيا والبعض الآخر اللي لم تسمح فرصة مشاهدتها. بالنسبة لمهرجان منارات هذية يحط معناتها مواعيد معناتها أستيتيوشنال مؤسساتية مهمة لقطاع السينما على مستوى التونسي على المستوى المغاربي وعلى مستوى حتى المتوسطي. والحاجة الجديدة سنة بالنسبة للمركز اللي هو أحدث هذا باش نعلن عليها بحضور معنا النظيرين تاع المركز من ناحية المستوى العربي باش نحضوا المنصة العربية للفيلم العربي. وللتذكير فإن الدورة الأولى للمهرجان امتدت من 9 ل 15 جويلية 2018 وشهدت إقبال جماهيري كبير، حقق خلالها المهرجان نجاح على مستوى التنظيم والمشاركات. وما ميز هذه الدورة التأسيسية هو تكريم السينما الفلسطينية. درة بوشوشة مرحبا بك مجددا. خلينا ناخذ منك اكثر تفاصيل، مش خليك انت المجال تحكي اكثر. يمكن احنا متعودين بعروض الافلام داخل قاعه السينما، لكن الجديد اللي جا به المهرجان هذايا سواء في دورته الاولى ولا ايضا في دورته الثانيه انه العروض باش تكون على ضفاف شواطئ تونسيه. هو الهدف في عود نستناو الجمهور باش يجينا، فكرنا باش نمشيو للشطوط، خاطر في الصيف ناس ما تمشيش للسينما. في الصيف الناس معناها القاعات بخاسك تسكر، وقلنا علاش معناها فما المهرجانات، معناها في كل بلاد فما مهرجان، إلا السينما يتغيب شوية، إلا شوية في كارتاج، شوية في حمامات، في آخر المهرجانات يعرضوا فيلم ولا فيلمين. قلنا علاش ما نمشيوش للجمهور ونعرضوا عليه الأفلام. هو مهرجان متوسطي، فيستيفال ميديتيرانية باش معناها نقربوا الضفتين، الضفة الجنوبية والضفة الغربية. ومن الأول وقت اللي جات الفكرة برشا ناس قالوا زعما باش يجيو الناس، ولكن تفاجأنا وجاو الناس بكثرة في شطوط. عملنا خدمنا على 8 شطوط وخارج العاصمة معرضنا كان فيلم ولا فيلمين، خاطر كانت اللوجيستيك وحتى التكاليف عملية معقدة شوي. السنة زدنا في الشطوط وعملنا كيما العاصمة كل يوم في خارج تونس، معناها اخترنا باش نمشيو مرسى، خيار الدين، حمام لنف، قربة، بنزرت، جابس، جربة، مستير والمنسير. وكل يوم يصير عرض كما في العاصمة، يقدم الفيلم في ممثل ولا ممثلة يقدموا الفيلم. يعني عملنا كما العاصمة ولا وحبينا باش ما فماش تمييز. في الدورة التأسيسية كانت تجربة، وكيف الناس جاوا بكثرة قلنا نزيدوا ونواصلوا. زوز أسأل إذا تسمح لي سيدة درة. السؤال الأول، يلاحظ أن الحضور المصري في الدورة الثانية حضور كبير، مصر على رأسي من فوق، لكنها موجودة في اللقاءات،
تكريم السينما المصرية المعاصرة، في ضيوف الشرف، في لجنة التحكيم. السؤال الثاني في اختيار أفلام المسابقة الرسمية، ثم اخترتوا فيلم في عيني، كيفاش تمت عملية الاختيار؟ باهي، باش نبداو من الأول. السؤال الأول، الحضور لمصر على خاطر احنا في اللينيا ديتوريال نتاعنا فما حاجات تخلينا اللي مصر تكون موجودة. عملية ما كانتش مصر بلد معناها هو الضيف. السنة حبينا نعملوا معناها نوريو أفلام مصرية معاصرة اللي الجمهور، احنا في تفكيرنا قلنا الفيلم الفيلم دوتور الفيلم فيلم المؤلف سينما المؤلف سينما المؤلف بعد للجمهور حبوا بعد الثورة وش حب يشوف روحه في معناها مرآة معناها كيفاش، ومن بعد الحياة الصعبة اللي خليت اللي ماذا بيه المتفرج حاجة يتفرج لايت ويتفرج ويتفرهدوا. احنا وهذه هي التوندونس اللي ماشيين بها برشا ناس، سينما ايفونتاي كبير ياسر، فما الاكسبيريمونتال، فما اما احنا باش نجلبوا الجمهور باش نجيبوه. وفي الشواطئ عندك فاميليات، عندك كل معناها الكلاس سوسيال، عندك جبت لهم السينما اللي تناسبهم اللي تناسبهم، اما معناها سينما يفرهد ولكن فيه موضوع، فيه حاجه تخليه تخمم شويه. قلنا اسيي باش نعملوا توازن ما بين التسلي والتفكير. دونك الاختيار كان انا، وانا من بالك شغلتي من نظري انا في مصر فما هدايا، فما والناس تمشي للافلام في السينما اللي هي السينما المؤلف ويمشيوا للسينما الكوميرسيال. احنا عملنا ما بين البنين، والورشات اللي عملناهم تتماشى مع لين اديتوريال نتاعنا. كيما وقت قلنا باش نعملوا في الورشه، الورشه اللي فيها الجروب العدل اللي هو من اكبر المنجين اللي ينجوا للسينما وللتلفزه وناجحين، وحبينا نجيبوهم ويحكيوا على تجربتهم سورتو اللي في تونس. ولات قبل كانوا ديما يقولوا لك التلفزيون حاجه والسينما حاجه، وديما التلفزيون معناها اللي يخدم اي. وحنا رينا من زمان اللي قاعد السينما وما همش اون اوبوزيسيون ولكن متكاملين. حبينا نزيد نوريو التجربه المصريه اللي هي من قبل نتفليكس ومن قبل اتش بي او يخدموا للتلفزه ومعناها في سيدي منتوجات معناها من نوع معناها دو بون فاكتور، مش دونك الكل يتماشى مع بعضه. شنو اخر قلت لي هذه على السينما؟ فيلم المسابقه الرسميه، الفيلم التونسي المسابقه الرسميه. هو راهو كل انت كمدير اخترت ولا ثم لجنه اختيار؟ انا احنا فما لجنه، فما لجنه نختاروا مع بعضنا نحكيو، وقت اللي ما نتفهموش نجيبوا الثالث. اخترنا على حاله عيني، مش خاطر نجم نكون خير، وعلى اخترنا على حالة عيني. ثم من ضيوف المهرجان ما نجمش نتعدى على زوز أسماء اللي هما الأخوين داردان. شو مش يعملوا في تونس؟ هل مش يعملوا ماستر كلاس؟ مش يكون شو الحضور متاعهم؟ هم مش كل يوم هما موجودين في مهرجان يتنظم في جنوب المتوسط. أي ما جاوش حتى مرة ونعرف باش نوريو فيلمهم الأخير اللي تعدى في كان واللي نال جائزة أحسن لا ميزان سين الاخراج. ووقت اللي كلمتهم قلت لهم ماذا بينا نوريو الفيلم في تونس وكيف جايين، ماذا بينا تعملوا تحكيوا على مسيرتكم، كيفاش تخدموا زوز اخوات يخدموا من الاول مع بعضهم، كيفاش يكتبوا، كيفاش يخموا، كيفاش معناها يخدموا مع الممثلين، كيفاش يخدموا مع التقنيين، واللي عندهم عده افلام من لا بروميس ومن حتى من قبل حتى لو جون اماد مسيره طويله ياسر. فوالا جبناهم باش فما ماستر كلاس. دورا بوشوشه هذولي باش تعمل مهرجان كيف ما هكا ويكون ناجح ويكون نسبه الاقبال مهمه جدا عند الجمهور التونسي. دايوغ هذه الدوره التاسيسيه على الاقل الانطباعات والتقييم لها كان ايجابي جدا.
لازم برشا ناس عندها دراية كبيرة ولازم برشا ناس محيطة بهذا المهرجان لإنجاحه. يظهر لي برشا أسامي وراء المهرجان. فما السينسي اللي مديرته مدام شيراز العتير، معناها السينسي هو الطرف القوي معنا وزارة الثقافة. فما الانستيتو فرونسي دو تونيزي اللي هو مدام صوفي غنو. دونك هذوما ثلاثة وحنا هذوما ثلاثة. باهي كلمة الختام، سعيدة جدا أنك حاضرة معنا ليلة في رونديفو نوف. نذكروا الجمهور التونسي ونذكروا بهذا الموعد من 1-7 جويلية. تفضل. الدخول بالفلوس بلاش؟ لا، مجانا. مجانا. والعروض اللي تصير في مدينة الثقافة؟ سامبوليك، لو بري سامبوليك. يعني أما في الشطوط الكل مجانا. مجانا، الناس الكل تنجم تجي وتنجم تفرج. فما ثلاثة قاعات اللي هي زفير زفير في المرسى اللي هي فيها تكون فيها المسابقة، عندنا 10 أفلام في المسابقة الرسمية. وفما في كارتاج شنو اسمها صالت المدار، المدار، وفي مدينة الثقافة. كل التوفيق. ما نجموش نوريهم للجمهور الكبير، معناتها واضح اخذين احتياطنا برشا. شكرا لك دورة بوشوشه مديرة مهرجان منارات للسينما المتوسطية على حضورك معي. شكرا لك محمد بوغلب. شكرا لكم انتم على حسن المتابعة. كل نذكركم موعد الليلة مع زميلنا عادل بوهلال وانطلاق التاسعة، كان انطلاق من 10:15 متاع الليل مباشرة على قناة التاسعة. صباح الخير ناس الكل.